بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض بارت 2 في الشابتر الاول. اول جزء عندنا بيتكلم عن بلاننج ابروكاست. كلمه بلاننج ابروكاست يعني ان انت تعمل بروكاست، والبروكاست دي مقصود بيها الاذاعه. بنلاقي في اللاين الصبح في المدرسه، بنلاقي ان في زي اذاعه اللي هي حد بيتكلم بيقول معلومات، بيقول افكار، ممكن يقول مثلا نشيد، ممكن يقول اغنيه، ده اسمه بروكاست. هنا عندنا في السكول دي في بروكاست، واحنا محتاجين نعمل لها في الاكتيفيتي ده كولر. كولر يعني ان احنا نلون كولر ذا فولوينج بيكتشرز اوف ان امبورتنت ايفنت ان اور كوميونيتي. الاذاعه دي لهدف مهم في او اللي حدث مهم في المجتمع بتاعنا، وهو 6 of October victory، انتصار السادس من اكتوبر. انتصار السادس من اكتوبر هو عبارة عن انتصار انتصرت فيه مصر، وكان حاجة كويسة جدا وحاجة فرحت الناس كلها في مصر. فالبرودكاست دي ان حد بيقف وبيتكلم، ممكن يغني، ممكن يقول معلومة وهكذا. حاول تلون الصورة دي وتفكر يعني ازاي يكون شكلها حلو. ممكن تلون اللبس بتاع الولاد، تلون المدرسة مثلا بلون، والسماء بلون ازرق وهكذا. طيب تعال نتكلم اكتر عن حاجه اسمها ترانسبورتيشن، وسائل المواصلات. احنا عندنا هنا جيتنج اراوند تاون، لو احنا حبينا نمشي في المدينه احنا هنلاقي وسائل للمواصلات مختلفه. الاكتيفيتي ده بيتكلم عن تريس ذن ماتش ذا شادو with its correct answer او picture، يعني بص على الرسمه ووصلها بالشكل المظبوط. يعني انا هحل معاكم واحده، انا شايف مثلا ان الكار، طبعا الاول بنعمل تريس، تريس ان احنا بنكتب بنمشي على الكلمه. يعني هنا كده في الكار هنمشي على كلمه ايه، هنمشي على كلمه كار كده، بص هنمشي عليها كده بالراحه، نكتب كده ايه كار، ماشي نمشي عليها. بس فين بقى الكار في دول كلهم؟ اهي صح، مش هي دي شبه دي؟ طب بص كده في ايه تاني، مثلا في مثلا البايسكل اللي تحت دي شبه البايك اللي فوق دي، في بايك اهي، البايك دي اللي هي العجله. فانت هتفكر وتشوف الحاجه المناسبه وتعمل لها ماتشنج. هنا مثلا الولد ده ووكينج، ووكينج يعني يمشي. انا لو رايح مكان مش لازم ان انا اركب مواصلات، ممكن امشي، اي كان ووك. لو انا مثلا مسافر بره مصر، مسافر مثلا بلاد بعيده، انا هركب بلين، ايربلين، ايربلين يعني طياره، صح؟ طيب وبالتالي احنا عندنا اكتيفيتي جديد بيتكلم عن ان المينز اوف ترانسبورتيشن دي، كلمه مينز اوف ترانسبورتيشن يعني وسائل المواصلات دي، يا ترى بتمشي فين؟ هل بتمشي في الميه، ميه يعني ووتر، هل بتمشي في الهواء، هواء يعني اير، هل بتمشي في جراوند، جراوند او يعني على الرود، طريق زي البايك كده؟ طيب فيقول لي هنا سيركل مينز اوف ترانسبورتيشن، يبقى اللي احنا بندرسه الوقت ده اسمه مينز اوف ترانسبورتيشن، وسائل المواصلات. انت لما تروح مكان لازم تاخد وسيله مواصلات. ذا ترافل باي اير اللي بتمشي بيه الهواء ان ريد، يعني هتلون اللي بيمشي في الهواء بالريد. اند ذوز ترافل باي لاند، لاند يعني على الارض، باللون الايه، الجرين. اند ذوز ترافل باي ووتر ان بلو، يبقى انا عندي هنا اللي اللي بيسافر بالهواء هعمله بالريد، هلون ده كده ايه، هلون الطياره دي كده بالريد، ماشي هلون ايه، هلون دي بالريد كده، او ممكن الون الدايره. يعني لو مش عاوز تلون الطياره نفسها ممكن تلون الدايره نفسها، ماشي تلون تلون الايه الدايره كده. طيب اللي بيمشي على الووتر هنعمله بالبلو، ممكن نلون هنا كده بالبلو. اللي على الارض بيكون اون لاند يعني على الارض، زي الكار دي وزي البايك وزي الولد اللي ماشي على رجله ده، ده كده بالجرين، ماشي. فده هدفه ان احنا نعرف ايه الترانسبورتيشن او المينز اوف ترانسبورتيشن اللي بتمشي
اون لاند على الارض واللي بتمشي في الاير. طيب تعالوا نساعد صاحبتنا اللي قدامنا دي اسمها رنا، وعاوزين نودي رنا، سوري معلش، وعاوزين نودي رنا لمكان من الاماكن دي. فهو بيقول لي ايه، look at the following map، بص على الخريطة اللي قدامك، then answer، وابتدي جاوب ماشي question in next page to help رنا، عشان تساعد رنا to choose suitable kind of transportation to go each place from her house. You may choose more than answer. تعال نقرا كده ونشوف. طبعا الاسئله موجوده في الصفحه اللي جايه، بس هي خريطه وبيقول لي ازاي توصل مثلا رنا. تعال نحلها كده من غير ما نشوف الاسئله. يعني مثلا هي رنا لو عاوزه تروح الهاوس من المكان اللي هي فيه دلوقتي، يا ترى تروح ازاي؟ I think ان هي تروح بي ووكينج، ان هي تمشي، مش محتاجه تركب مواصلات. طيب لو حبت تروح مثلا، تعالوا نشوف طب الأسئلة عشان نعرف إيه يعني نجاوبها بشكل أفضل. رنا go to school by إيه؟ هي لو عاوزة تروح للسكول، تعال نرجع نشوف الصورة، تستخدم باص ولا بوت ولا إيربلين؟ أكيد مش هتروح المدرسة بالطيارة، ومش هتروح المدرسة بالبوت، هتروح المدرسة ب أو go to school by bus. صح، يبقى الإجابة صح. رنا can cross river، river يعني النهر، تعرف تعدي البحر او تعدي النهر. هل هتعدي النهر بعجله ببايك؟ طبعا بالبوت، بوت يعني الايه اللي هو القارب اللي او السفينه الصغننه اللي بتعدي في البحر. طيب رنا goes to the market by، ممكن تروح ماشي، اكيد مش هتروح السوبر ماركت بالطياره برضو يعني فاهم، ومش هتروح برضو السوبر ماركت بالترين بالقطر. فكل طبعا تروح ووكينج، كل وسيله انت تحاول تجاوب دول بقى اللي تحت، كل وسيله بتكون مناسبه للايه الحاجه بتاعتها. وهنا ده بيوضح لك النمبر، يعني انت برضو لو استخدمت مين اوف ترانسبورتيشن، وسيله مواصلات، كل وسيله مواصلات ليها الكميه بتاعتها. يعني لو انت عندك كار مثلا، الكار تعرف تشيل كل دول. تعال نعدهم كده، هم كام واحد؟ النمبر 1 2 3 4 5، هم دولت 5 اهو، 1 2 3 4 5، فدولت عددهم كام؟ 5. فانا هكتب هنا ايه؟ هكتب 5 اهو. باي بايسكل، لو احنا هنروح بالعجله اقصى حاجه 2، واحد قدام خلاص والتاني ورا، وبالتالي دولت 2. برضو ابتدي انت عد دول بقى، او انت عد دول وشوفي الباص ممكن يشيل كام، وتعالوا نجاوب السؤال اللي تحت. The form of transportation used by largest number of children. يا ترى مين في الأشكال دي؟ أنت اللي هتجاوب بقى، أنت اللي هتجاوب. ولو أنت اخترت واحدة، روح اعرف اسمها إيه من فوق، هتلاقيها بص العلامة بتاعتها أهي. يعني لو أنت عاوز تعرف دي اسمها باص، دي اسمها بايسكل، دي اسمها كار. لازم تعرف الكلمات تتكتب ازاي. The form of transportation used by smallest number of children. اصغر عدد من الchildren هي طبعا الايه البايسكل. فعموما ده اكسرسايز بسيط كده، وان شاء الله في الليسن اللي جاي او في البارت اللي جاي، عشان ما يبقاش كتير عليكم، ان شاء الله نكمل مع بعض في الجزء اللي جاي. يا ريت تذاكروا الحاجات دي لانها مهمه جدا. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معكم مستر أحمد الباشا، باي باي.